السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله مكملين مع الانشطه الورقيه، والنهارده جمعت لكم مجموعه مختلفه كده من الانشطه الورقيه، بما ان الجزء الاول عجب ناس كتير يعني وكده، والباترونات طبعا، فقررت اعمل لكم الجزء الثاني، وجمعت لكم برضو مجموعه تانية من الانشطه اللي تقدروا تطبعوها وتنفذوها بسهوله. اول حاجه طبعا ده نشاط الوقايه من الكورونا، تمام؟ اللي بيقول فايدة النشاط ايه؟ في ناس بتسأل عن فايدة النشاط. اول حاجة الطفل ممكن يلون، وكمان يقص الشكل اللي هو بيلونه دوت، اللي لونه سواء بقى هيقص الباب على حسب الشكل الموجود قدامنا، وغير بقى الشكل النهائي سواء شكل حركي بقى، يعني يعمل كارت تفاعلي، يفتح باب ويقفله، يفتح كده ورقة ويدينا بق كبير او بق صغير. طبعا هتلاحظوا كل ده في الأنشطة اللي جاية. فهو النشاط ممتع جدا للأطفال وهيفيدهم في حاجات كتير، مفيش نشاط هتعمليه الطفل مش هيفيده، تمام؟ بس هنكمل بقى مع بقية الأنشطة. وزي ما عملت في الجزء الأول، الباترونات هنزلها على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناة التليجرام، وهسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف للي حابب ان هو ينفذها. هسيبكم بقى مع كل الأنشطة اللي أنا عملتها، وإن شاء الله تفيدكم وتكون مفيدة بالنسبة لكم وممتعة لأطفالكم. ده كده النشاط الأول، واللي الباب بيتفتح وفيروس طبعا واقف بره، علشان في الفترة اللي هي كانت فترة الحظر كان ممنوع خروج الأطفال لأن الفيروس كان موجود خارج المنازل وكده. تاني بقى نشاط معانا النهاردة هو نشاط الضفدع دوت. الضفدع طبعا زي ما احنا عارفين بياكل حشرات، فده نشاط أول حاجة هنبدأ إن احنا نلونه. بعد ما لوناه بقى هنبدأ نتنيه ناحية الفم، هنقفلها بالطريقة دي. وبكده يبقى عندنا شكل الضفدع بقى وهو قافل بقه كمان وهو فاتح بقه. الأنشطة دي بتعجب الأطفال جدا، اللي هي الكارت اللي بيبقى مقفول ويتفتح يدينا شكل تاني، ده بجد بتعجبهم جدا وبتلفت نظرهم قوي. تالت نشاط بقى معانا النهاردة، طبعا كل الصورة دي هبدأ ان انا الونها. بعد كده بقى هبدأ أقص الأجزاء اللي فيها جزء جزء كده وأحطه في مكانه.
وده كده شكله النهائي، شكله حلو قوي، وبجد الكارت ده هيعجب اطفالكم جدا. تحسوا كده ان هو كارت تفاعلي، يحطوا البنوتة يدخلوها تنام وتستغطى، وساعتها يقفلوا الشباك، واول ما تصحى من النوم يفتحوا الشباك. الحاجات دي على قد بساطتها بس بجد بتعجب الاطفال جدا جدا. تمام. رابع شكل بقى معانا النهاردة، النشاط ده عن اهمية غسيل الاسنان. تمام. هبدأ طبعا الون الباتروم بالطريقة دي. السوس اللي موجود في فم البنوتة ده هبدأ ألونه باللون الأسود، وكمان هرسم كده شوية حاجات باللون الأسمر يدل على عدم غسيل أسنانها يعني. تمام. وده كده هيبقى شكل الكارت وهو مقفول وشكله هو مفتوح. تمام. أبدأ أبين بقى للطفل أهمية غسيل الأسنان. ده بقى كارت تفاعلي كده. هبدأ أول حاجة ألون البطرم بالشكل ده. بعد ما لونته هبدأ ان انا اقصه. وبعدين هلزقه بالطريقة دي. وهثبت بقى الجزئين على الكارت بالشكل ده عشان يديني كارت مجسم او كارت 3D. شكله حلو قوي قوي لزهرة اللوتس، حلو قوي وشكله حلو. اخر بقى نشاط معانا النهاردة، وده برضو عن اهمية غسيل الاسنان، بس المرة دي الطفل دوت بيغسل اسنانه زي ما انتوا شايفين فرشة معجون. فهبدأ ان انا الون الشكل ده الاول. وبعدين هقفل الكارت بالطريقة دي. تمام. بس هسيب جزء من الأسنان بقى، أسنانه بيضة وجميلة. تمام. وده كده هيبقى شكله النهائي. أتمنى تكون أفكار النهاردة عجبتكم واستفدتوا منها، ولو عجبتكم الأفكار دي وعايزين سلسلة أفكار تانية اكتبولي تحت في التعليقات. بس كده، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.